أهلا بكم. لماذا لا يسمح للنازحين في العراق بالعودة إلى مناطقهم؟ تشير تقارير محلية وبرلمانية في العراق إلى أن نحو 20 مدينة و300 قرية تعرضت لعمليات تغيير كبيرة في بيئتها السكانية. استهدفت مناطق حزام بغداد ونينوى وديالى وصلاح الدين والتأميم وبابل والبصرة. يرى مراقبون ومحللون سياسيون أن الحرب على الإرهاب في العراق استخدمت كغطاء لاستمرار عمليات التغيير الديموغرافي، ويرى البعض الآخر أن التغيير الديموغرافي في العراق هدف من أهداف الاحتلال الأمريكي بأدوات إيرانية، بينما يتهم البعض ومنهم قائم مقام قضاء سنجار محمى خليل الحكومة الاتحادية بالتقصير والضعف إزاء عمليات التخريب الممنهج التي تجري في قضاء سنجار من قبل قوى داخل وخارج العراق، مشيرا لوجود أجندات دولية تعمل على عدم إرجاع أو السماح للنازحين الأيزيديين بالرجوع إلى قضاء سنجار. نتساءل في هذه الحلقة، متى بدأت عملية التغيير الديموغرافي في العراق وماذا شملت؟ وأين دور الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال من هذا المشروع؟ وما هي أهداف التغيير الديموغرافي في العراق؟ وإلى أي مدى جعلت المصالح الدولية والإقليمية من التغيير الديموغرافي في العراق أجندة من أجنداتها؟ وما تداعيات التغيير الديموغرافي وآثاره على الواقع العراقي والمنطقة؟ نشاهد سويا هذا التقرير ثم نبدأ الحوار، كونوا معنا. بحجة الحرب على الإرهاب في العراق تستمر عمليات التغيير الديموغرافي في البلاد بشكل منظم ومدروس على يد الميليشيات المدعومة حكوميا وبتخطيط ورغبة ومباركة إيرانية تحت غطاء أمريكي. تجري عمليات التغييب والقتل والتغييب في العراق بهدف التغيير الديموغرافي على يد زعماء الحرب من ميليشيات الحشد والأحزاب السياسية، مخلفة بذلك مئات الآلاف من المشردين والقتلى والمفقودين. كان آخرها ما وصفته هيئة علماء المسلمين في العراق في بيان لها بأنه من أبشع جرائم الحرب، وذلك بدفن نحو 230 جثة تعود لمغيبين من مدينة جرف الصخر التي لا يسمح لأهلها بالعودة إليها حتى الآن. ووفقاً لتقارير محلية وبرلمانية، فإنما لا يقل عن 20 مدينة ونحو 300 قرية عراقية تعرضت لعمليات تغيير كبيرة في بيئتها السكانية من قبل جهات مسلحة تابعة لقوى سياسية في البلاد. نجحت إلى حد كبير في إحداث عمليات تغيير ديموغرافية رافقتها جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان. وتعد محافظات التأميم ونينوى وبابل وصلاح الدين وديالى والبصرة وبغداد وحزامها بشكل خاص أبرز المناطق العراقية التي نشطت فيها عمليات التغيير الديموغرافي التي تنوعت أساليب تنفيذها من مكان إلى آخر. منظمة Human Rights Watch المعنية بحقوق الإنسان اتهمت كردستان العراق بإجراء تغيير ديموغرافي في محافظة نينوى، وبيّنت المنظمة أن أربيل تمنع نحو 4200 من النازحين العرب من العودة إلى ديارهم في مناطق شرق الموصل. إن ما شهده العراق خلال السنوات الماضية من التغييرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية أسهم بشكل كبير في خدمة الاحتلال الأمريكي وتنفيذ الأجندات الإيرانية وأذرعها الممتدة داخل العراق. ولعل أكثر ما أثر في المجتمع العراقي هو التغيير الديموغرافي القسري الذي غير من ملامح المدن والمحافظات وحول نسب سكانها من حال إلى حال. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نسلط الضوء في هذه الحلقة على التغيير الديموغرافي في العراق وتأثير المصالح الدولية فيه وكذلك المصالح الإقليمية. وأرحب بضيوفي الكرام، ضيفي في الاستوديو الأستاذ حسين السبعاوي الكاتب والمحلل السياسي العراقي. مرحبا بك أستاذ حسين. أهلا وسهلا، حياكم الله. وأيضا سينضم إلينا لاحقا الشيخ يحيى السنبل، وانضم إلينا فعلا الشيخ يحيى السنبل أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية. شيخ يحيى السنبل مرحبا بك. وأيضا أرحب بضيفي من عمان الأستاذ عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ عبد القادر مرحبا بك. إذا مشاهدينا الكرام، أبدأ معك أستاذ حسين سبعاوي. أستاذ حسين، التغيير الديموغرافي كمصطلح أشارت إليه الكثير من التقارير الدولية وكذلك التقارير المحلية في العراق، وهناك يعني أثر كبير للتغيير الديموغرافي وهناك أخطار محدقة بالعراق على وفق ما يرى محللون بأنه سائر على قدم وساق
في تنفيذ مخطط من مخططات الاحتلال بحسب ما يرى البعض. كيف يمكن أن نفهم التغيير الديموغرافي كمصطلح؟ كمصطلح التغيير الديموغرافي هي ممارسة حكومية يقوم بها قوات شبه عسكرية أو ميليشيات أو قوى متعصبة متطرفة ضد مجموعة من السكان للضغط عليهم وتهجيرهم من مكان إلى آخر وإحلال سكان آخرين في محلهم لدوافع سياسية، لدوافع عرقية طائفية قومية. ما يجري في العراق بعد 2003 واضح جدا أنه هناك دوافع طائفية، وحدث تهجير قسري كبير من البصرة إلى محافظة التأميم والموصل وإلى آخره. استهدف نوع من السكان في هذا التهجير، هم المكون العربي السني، استهدف في هذا التهجير. قامت بها ميليشيات طائفية ذات بعد طائفي مرتبطة بالحكومة سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة، ويعني نفذت هذه الجريمة وهي التهجير القسري للسكان. يعني اليوم أكثر من 1,000,000 من المهجرين قسريا في سكان لغرض إحلال، كما حصل في حزام بغداد، إحلال ناس سكان آخرين يحملون نفس المذهب أو نفس التوجه. هذا هو المصطلح وهذا هو التعريف الاصطلاحي لما يجري في العراق وعموما التهجير القسري. يعني الاحتلال قبل غزو العراق عام 2003 هل كانت من ضمن أهدافه التغيير الديموغرافي وإحلال سكان مكان سكان آخرين ويعني تغيير في التركيبة السكانية؟ هذا هدف استراتيجي كان. ما الذي ستستفيده أو سيستفيده الاحتلال الأمريكي من ذلك؟ طبعا أولا يمزق اللحمة الوطنية داخل البلد. العراق بلد متعدد المكونات، بلد متعدد المذاهب والطوائف. عندما يثير هذه الحرب وهذه الممارسات القمعية ضد مكون من مكون ضد مكون آخر، طبعا سينهي اللحمة الوطنية. أي بلد متعدد المكونات تحدث فيه مثل هذه، من الصعب جدا التئام هذا المكونات، يتحول إلى حرب أهلية، يتحول إلى عمليات قتل واغتيالات وإلى آخره. إضافة لأنه هذا المشروع الذي تولته الولايات المتحدة كهدف استراتيجي لا يمكن أن تنفذه ما لم يكن هناك قوة إقليمية يخدمها مثل هذا المشروع وتنفذ هذا المشروع، وهي إيران. لأن هذا المشروع تدعي إيران بأنها هي ممثلة للطائفة الشيعية، تدعي هكذا، فاستخدمت هذا الأسلوب الطائفي خدمة لمشروعها القومي الفارسي وحققت أجندات كثيرة جدا فيه، فأخلت كثير من مناطق السكان الذي يسكنونها المكون السني بميليشيات ومن المكون الآخر، واليوم موجود شاهد في حزام بغداد، شاهد حتى في البصرة. يعني في البداية 2004 ثم زادت بعد 2003 و2004 زادت في 2006 عن في تفجير مرقد الإمام على الهادي عندما بدأت عملية التطهير العرقي والطائفي في بغداد وانتقلت اليوم إلى مدينة نينوى. هذا المشروع الطائفي نعم هو هدف استراتيجي للولايات المتحدة تنفذه إيران وأجنداتها. طيب. في الداخل أرحب بالأستاذ عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ عبد القادر النايل مرحبا بك. أستاذ عبد القادر النايل انضم معنا من عمان عبر سكايب. يبدو أن الاتصال لم يؤمل بشكل جيد، يتم تأمين الاتصال بالأستاذ عبد القادر النايل ثم ينضم إلينا في هذه الحلقة. يعني ما جرى في حزام بغداد أستاذ حسين وبابل وصلاح الدين والموصل والبصرة والديالة، يعني إلى أي مدى يحمل ربما أجندات بالإضافة إلى ما ذكرت أن هناك يعني هدفا وهو هدف قبل احتلال العراق بجعل العراق ممزقا في نسيجه الاجتماعي. هناك استخدام لأدوات إيرانية كما تحدثتم في تنفيذ هذا المشروع، ألا يحمل هذا المشروع أجندات أخرى غير الأجندة الإيرانية وغير الأجندة الأمريكية؟ بالتأكيد، يعني هناك تواطؤ دولي لما يجري اليوم. التهجير القسري والتغيير الديموغرافي الذي يحدث في العراق لم نجد منظمات دولية أدانت مثل هذا الفعل أو منعت، استطاعت أن توقف هذه الجرائم، بمعنى هناك رضا أو غلط طرف دولي. فإذا هناك الأجندة متعددة سواء كانت الداخلية الخارجية الإقليمية الدولية متعددة، تعددت مصالحها فيما يجري في العراق، وخصوصا أيضا ليس في العراق، أيضا في دول أخرى. اليوم التهجير القسري
ويعني يمشي على قدم وساق. لكن ما يهمنا في العراق هناك أجندات يعني تشابكت مصالح وتوافقت هذه المصالح مع المصلحة الإيرانية والمصلحة الأمريكية لما يجري في العراق، لأنه تمزيق العراق بمعنى هو فتح الباب على مصراعيه للمشروع الإيراني والتمدد داخل الدول العربية سواء في سوريا في الشام وفي الخليج وفي مناطق أخرى. يعني ولاحظ ما بعد احتلال العراق والتغيير الديمغرافي الذي حصل، ما الذي جرى في المنطقة العربية؟ اشتعلت الحرائق فيها، وين أينما تجد هناك كان العراق هو حائط صد لهذا المشروع. بعد هذا المشروع بدأت الأمور تتهاوى شيئا فشيئا. لا ننكر أيضا هناك بعض الأنظمة العربية ساهمت في احتلال العراق وهي لا تعي أنه هذا الاحتلال فتح عليها يعني أحد أبواب جهنم على نفسه. يتساءل البعض أستاذ حسين عن موقف الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال من التغيير الديمغرافي. يعني في الدستور أن التغيير الديمغرافي وفق الدستور ما بقى الذي وضع إبان وجود بريمر أنه جريمة، وصف التغيير الديمغرافي أنه جريمة في الدستور العراقي، ولكن ما هو موقف الحكومات المتعاقبة من مشروع يجري على قدم وساق حتى اللحظة؟ يعني أولا المادة 7 من دستور العراقي لعام 2005 تعتبر التطهير العرقي هي جريمة ضد الإنسانية ويحاسب عليها القانون. هذا الدستور العراقي، لا اليوم نريد سنتكلم عن القانون الدولي وميثاق روما وإلى آخره. عندما يكون الدستور العراقي يمنع مثل هذا يعتبرها جريمة، والحكومة إن لم تكن مشاركة فهي قد غلت الطرف عن هذه الميليشيات، بمعنى أول خرق للدستور هو من الحكومة، وأغلب الدساتير تخرق من قبل الحكومات نتيجة نفوذها، نتيجة أجنداتها سواء الخارجية أم أفكارها الطائفية والمذهبية والعرقية. على مستوى الحكومات منذ 2003 وإلى الآن لا يختلف الهدف استراتيجي في التغيير الديموغرافي، ولكن تختلف بعض الأعمال التكتيكية. يعني مثلا في عهد دكتور إبراهيم الجعفري وفي عهد أياد علاوي وفي عهد المالك وفي عهد العبادي وإلى آخره، لكل مرحلة لها آلياتها، ولكن لا تختلف في الهدف استراتيجي، لا تختلف في سيطرة مكون العرب السنة، لا تختلف في تهجيرهم، لا تختلف. يعني واحد يدخل لك داعش والآخر يجي يخرج داعش وكلها تدفع ثمنها العرب السنة. في بداية الاحتلال كانت موضوع البعثية الوهابية المعرف إيش، كل هذه التهم جاهزة، بمعنى شيطنة هذا المكون المستهدف من قبل الحكومات. ولكن لكل حكومة لديها آلية ولديها مهمة تنفذها على أفضل. حقيقة الحكومات نفذت هذا المهمة على أفضل وجه، ولكن ليس للمجتمع العراقي. وهيئت هذا الأمر، نفذت هذا الأمر هو لقوى الاحتلال العراقي وخاصة إيران والولايات المتحدة للأسف، ومزقت اللحمة الوطنية والوحدة الوطنية في العراق ومن الصعب عودتها. كل هذا من أجل تفتيت العراق وإثارة الحرب الأهلية وتمزيق العراق، لأنه لا يمكن لأي عمل في للتهجير القسري أن ينهي المكون السني من العراق، ولا يمكن أنه حد المكون السني يستطيع أن ينهي المكون الشيعي، ولا الآخر يستطيع أن ينهي الأكراد. العراق بلد متعدد منذ نشأته قبل يعني التاريخ الحديث والمعاصر، بل منذ التاريخ القديم هو متعدد، لأن يعني أصل العراق هو بلد الهجرات. كيف يستطيع أحد أنه يريد أن ينهي مكون أصيل كامل بني العراق على رأسه لكي يقزمه؟ هذا الأمر غير ممكن، ولكن هكذا هي الأدوات التي تستخدمها الاحتلال لمرحلة زمنية ثم تلقي بها إلى مزبلة التاريخ، وهؤلاء جميعهم أعتقد سيدخلون إلى مزبلة التاريخ نتيجة ممارستهم هذه اللا إنسانية ضد الشعب العراقي عموما. وأنا لا أتهم الشيعة بأنها مارست هذا الفعل، وإنما أتهم بعض الساسة من الشيعة الذين استخدموا الطائفية. بينما العراق كان كلحمة وطنية ما بين السنة والشيعة، علاقات مودة ومحبة وإلى آخره، والجميع يعاني من ما يجري الآن في العراق منذ 2003 إلى الآن. أما الهدف الاستراتيجي لا يختلف، آليات فقط تختلف ما بين الحكومات. الأساليب إذن تختلف والآليات تختلف. يعني بعض المراقبين والمحللين يرى أن الحرب على الإرهاب، أو ما يسمى الحرب على الإرهاب هكذا اصطلح عليه في العراق تحديدا، استخدمت يعني هذا المصطلح وهذه اللافتة كغطاء لاستمرار عمليات التغيير الديمغرافي وصناعة العدو من الداخل، هكذا يرى المراقبون. وبالتالي ابتدأ مشروع التغيير الديمغرافي بمبرر أو تبريرات دولية وإقليمية لتنفيذه في العراق من أجل تنفيذ مصالح وأجندات إقليمية ودولية، هكذا يرى البعض. أرحب بالأستاذ عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي، انضم إلينا الآن. مرحبا بك أستاذ عبد القادر.
اهلا وسهلا بكم ضيوفك الكرام ومشاهديك الاعزاء. اهلا بك استاذ عبد القادر. يعني نتساءل عن موضوع التغيير الديموغرافي في هذه الحلقه، وانه هدف من اهداف الاحتلال الامريكي بحسب ما وصف الاستاذ حسين السبعاوي والكثير من المحللين السياسيين، وان هناك دوافع طائفيه وراء التغيير الديموغرافي. من وجهه نظركم استاذ عبد القادر النايل، أهداف التغيير الديموغرافي في العراق، هل أن دولة يعني احتلت العراق أو دولة لها إمكانيات اقتصادية ولها إمكانيات عسكرية كبيرة ممكن أن يكون لها أهداف كالتغيير الديموغرافي في العراق وإحلال سكان محل سكان أصليين؟ يعني ما علاقة السكان وتوجهاتهم أو هويتهم أو عقائدهم في موضوع يعني خلق عراق آخر يختلف عن العراق السابق؟ من المعلوم تماما أن مشروع التغيير الديموغرافي في العراق وفي المنطقة هو مشروع دولي حقيقة سبقته تفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران، هي احتضنتها في حوارات دولة السويد في 2001 و2002، وهذا حقيقة ما جرى على كيفية ملء الفراغ بعد الاحتلال واسقاط النظام السابق، وكانت ايران هي من تسيطر على العمل السياسي في ملء الفراغ من خلال الاجواء الموجوده فيها. لانه حقيقه مساله تغيير الشرق الاوسط الجديد والمشروع التي ما انطلق ما بعد اعلان احتلال العراق من قبل الولايات المتحده وعلى لسان كوندليزا رايس بالشرق الاوسط الجديد، وهو خارطة الطريق التي تفضي إلى تقسيم الدول العربية إلى 22 دولة، وبالتالي هذا لا يمكن أن يكون إلا من خلال أن يوجدون أسس من خلالها يتبعون فيها التغيير الديمقراطي وهي الطائفية. لذلك حقيقة أوكلوا لإيران هذه المهمة ودعموا كل أذرق إيران في المنطقة لا سيما في العراق، وسلموهم جميع مقاليد السلطة والأمن، وبالتالي بدأت عملية تهجير الناس وتقسيم الناس طائفيا والشحن الطائفي، وبالتالي هم من أوجدوا العملية السياسية الطائفية، بما معنى أنه السياسة الطائفية لأجل تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي اصطدم هذا المشروع بالمقاومة العراقية، وبالتالي تأخر فترة كبيرة وتأخر عن باقي الدول العربية، والفضل يعود حقيقة إلى المقاومة العراقية. هذا الشأن الذي عرفت منذ اللحظة الأولى هي الخارطة الأمريكية التي تريد حقيقة تمزيق هذه المنطقة، لكن إيران استمرت في عملية الشحن الطائفي، وبالتالي عمليات أهداف واضحة وهي عملية تقسيم المجزأ والمقسم وصناعة دويلات طائفية تتحارب فيما بينها، والهدف كله حقيقة هو لتأمين الكيان الصهيوني المتمثل الآن بما يسمى دولة إسرائيل وشعورها بالأمن بعد أن ينشغل أن تنشغل الدول العربية والدول الإسلامية بهكذا فتنة. طيب قادتها إيران. عبد القادر ابقى معي، ابقى معي أستاذ عبد القادر لو سمحت. يعني بطبيعة الحال يعني المجتمع العراقي هو مجتمع عشائري ومتداخل يعني ومتكامل. نتساءل عن موضوع أن هذا المشروع وتنفيذ هذا المشروع إلى أي مدى أثر فعلا على يعني المجتمع العراقي، على التركيبة المجتمعية، التركيبة السكانية من وجهة نظر العشائر العراقية. لذلك تحول بالسؤال بعد تحية أحيي الأستاذ يحيى السنبل أو شيخ يحيى السنبل أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية. شيخ يحيى مرحبا بك. يا أهلا وسهلا بك وضيوفك الكرام ومشاهدي قناة الرافدين. أهلا بك يا شيخ. شيخ يحيى، يعني مشروع الشرق الأوسط الجديد والمشروع الذي انطلق بعد احتلال العراق تحت مسمى يعني خارطة الطريق أو ما اصطلح على تسميته من قبل غوندوليزا رايز حينها، يعني من وجهة نظرك العشائر العراقية كيف تنظر إلى موضوع تغيير طبيعة أو الطبيعة السكانية في العراق أو التغيير الديموغرافي الذي يراه أو تراه الكثير من الجهات والأطراف أنه مشروع ابتدأ منذ احتلال العراق، وكأنه مثلما وصف الأستاذ عبد القادر النايل أن العراق ربما يكون أنموذجا ابتدأ به هذا المشروع؟ كيف تنظر العشائر العراقية إلى موضوع التغيير الديموغرافي؟
أخي الكريم، مشروع التغيير الديموغرافي ابتدأ نعم منذ بداية الاحتلال في عام 2003، ولكن اتخذ على شكل مراحل. فترى الاحتلال الأمريكي عندما دخل إلى العراق كثف وجوده حتى داخل الأحياء السكنية للمحافظات العربية السنية في وقت لا وجود له داخل هذه الأحياء في المحافظات الجنوبية، مما يدل أن هناك عمليات استفزاز لأهالي هذه المنطقة من أجل ضرب هذه المناطق ومن أجل تهجير أهلها وممارسة كل أنواع التنكيل والاضطهاد. هذا المشروع أنا أراه بأنه مشروع دولي وغربي وبموافقات إقليمية، وإن المتعهد بالتنفيذ الأخير هي إيران وميليشياتها وأذرعها في العراق. العشائر العراقية مهما كانت من صلات قوية مع بعضها في جنوب العراق، إلى أن الأمر قد اتخذ الجانب الرسمي، فالأحزاب التي جاءت ضمن الاحتلال ومع دبابته الأمريكية وسلطت على مقدرات العراق وبدأت تشكيل أجهزته الأمنية هي من تقوم بتنفيذ هذا المشروع برعاية إيرانية واضحة. لذلك أصبحت العشائر مغلوب على أمرها. نحن نسمع الاستنكارات الكبيرة من قبل شيوخ عشائر الجنوب حول ما يجري في محافظاتنا من اضطهاد، من تنكيل، من اعتقالات، إلا أنهم لا يستطيعون تقديم هذا تقديم أي شيء تجاهنا بسبب السيطرة الإيرانية. في هذه النقطة شيخي حسنبول إذا سمحت لي ابقى معي لو سمحت، أعود بالأستاذ حسين السبعاوي. العشائر مغلوبة على أمرها، هناك اضطهاد واعتقالات، هناك أساليب استخدمتها الحكومات المتعاقبة بعد احتلال العراق، بالتالي إلى أي مدى أثرت هذه الأساليب فعلا في موضوع تنفيذ المشروع الديموغرافي؟ هل أصبح الآن العشائر في مرمى الهدف؟ الدولة لا يمكن أن تعتمد على العشيرة في منع التغيير الديموغرافي، لأن العشيرة ليست هي المسؤولة الأمني ولا السياسي ولا العسكري في الدولة. اليوم كثيرا ما يراد عندما يكون أي خطأ يحدث يتحملون مسؤولية العشائر، وعندما يقول أيضا في خطأ يريدون من العشائر أن تحل هذه المشكلة. العشائر ليست هكذا، العشيرة مصدر، العشيرة نواة اجتماعية داخل الدولة ترفد المجتمع بأفرادها يساهموا في بناء الدولة. فإذا العشيرة هي تقدم أبنائها للمؤسسات الدولة ليساهموا في بنائها. العشيرة ليست مسؤولة عن التطهير العرقي، وليست مسؤولة عن عدم وجود أو لمعالجة هذه المشكلة. المسؤول هو الدولة، وإذا الدولة عجزت تحصل بعض الأحيان، بعض الدول تعجز، يقوم المجتمع الدولي بحل هذه المشكلة. وهذا ما حصل في يوغوسلافيا، وحصل في رواندا، وحصل مع تتر القرم مع الاتحاد السوفيتي. هل يوجد بالتاريخ أنه سبب عشيرة أو لماذا العشيرة لا تحل هذه المشكلة؟ هذا الأمر غير ممكن، إضافة لشراء ذمم بعض الشيوخ العشائر، وهذا معروف يعني تاريخيا. لكن لا نحمل العشيرة لا مسؤولية ما حصل ولا مسؤولية يجب أن يصلح ما فسد، لأنه غير مسؤولة العشيرة عن هذا. العشيرة هي وحدة اجتماعية تساهم في بناء المجتمع العراقي. يعني هل في العراق الآن هناك دولة مؤهلة لأن تكون لها أو يكون لها قرار مستقل عن المحيط الإقليمي والمحيط الدولي، ولا تتحكم بها لا ميليشيا ولا عشيرة مثلا؟ لا، هو شوف، هناك يعني خلينا نقول نسبة وتناسب، لكن في العراق أنه فرط يعني الحال، يعني ذهبت الأمور إلى أسوأ ما تكون. اليوم كثير من الدول لا تمتلك قرارها كاملة، ولكن على الأقل موجودة فيها مؤسسات، موجودة فيها جيش وطني، موجود فيها شيء. العراق اليوم يا سيدي الميليشيات هي المتحكمة به، بمعنى فقدنا مفهوم الدولة ومقومات الدولة. فقدان مقومات الدولة طبعا الخاسر والشعب، لأنه أمراء الحرب هم اللي يكونون منتصرين، وأمراء الطوائف هم اللي يكونون منتصرين، وإلى آخره. أما بقية الدول لا نعتبر أنه دول عربية مستقلة كاملة وتستطيع أن تنفذ قراراتها بدون أجندات ضغوط خارجية، هذا صعب جدا. لكن هل الحال
لابد أن نضع نسبة وتناسب في فرق ما بين الحال في العراق وما بين الحال في بعض الدول العربية التي لديها سيادة ولديها وحدة وطنية ولديها أمن إلى حد ما واستقرار واستقرار اقتصادي لا يوجد فيها فساد كما هو موجود الحال في العراق رغم تعدد مكوناتها. فإذا في الحالة العراقية حقيقة لا تشبه الدول العربية ولا يمكن أن تشبه. شيخ عبد القادر النائل، الأستاذ حسين تحدث عن موضوع صناعة الحروب من الداخل أو صناعة الأعداء من الداخل بهدف ضرب مكون بمكون آخر، وبالتالي هي تعتبر يعني يعتبر عمودا من أعمدة المشروع الديموغرافي الذي خلفه الاحتلال الأمريكي. إلى أي مدى تتفق مع ذلك؟ أكد تماما أنه أصل الأحزاب السياسية التي تكونت على رأسها العملية السياسية والتي هي تحكم الآن هو استخدامهم جرى لأنهم أداة مهمة في التغيير الديموغرافي. لذلك حقيقة لا يوجد هناك دولة في العراق تسعى بما معنى أنها تريد أن تقيم مؤسسات وعلى على حساب آخر. هذه أطراف سياسية عشوائية جمعتها مصلحة واحدة وهو تجزئة العراق وتقسيمه وأحداث الطائفية والتغيير الديموغرافي. إذا ما لم تنجح بهذه القضية ستزال. لذلك حقيقة بقائهم رغم الفشل المتكرر على رقاب العراقيين لأنهم بناة مشروع التغيير الديموغرافي. لذلك أطول تغيير ديموغرافي مر في العراق في العالم هو يمر في العراق، نتكلم عن 16 عاما وهذا المشاريع تلو المشاريع تفشل. وهنا أنا أختلف أقول أن العشيرة نعم مغلوب على أمرها وقد استهدفت، لكن أحد أهم ركائز فشل المشروع الطائفي السياسي التغيير الديموغرافي في العراق هي العشيرة التي حضنت بين جنبتيها مذاهب متعددة. هناك عشائر كبيرة كشمر يعني اليوم هي فيها شيعة وفيها سنة، وكذلك الزباد وغيرها من القبائل العربية الجبور، قبائل عربية عريقة في العراق متنوعة استطاعت إلى هذه اللحظة أن لا تذهب باتجاه كمنظومة عشائرية تكلم. هناك انتموا من هذه العشائر والأفراد وكانوا وقوف في الحرب الطائفية، لكن كمنظومة عشيرة لم يستطع حقيقة أن توظف لأن تكون أساس في تقسيم العراق، لأن الميزة الموجودة حقيقة أنها تضم جميع الأطياف ضمن هذه العشيرة. لذلك حقيقة لو المجتمع الدولي لم يكن راضيا على هذه الأحزاب السياسية لما سمح بتهجير المسيحيين في بغداد ومن البصرة ومناطق أخرى، كون أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية تحكمها أو تتناقض أو تنسق مع الكنيسة. لذلك حقيقة هم لا يأبهون إلا لمصلحة تقسيم المنطقة لصالح الكيان الصهيوني. على هذا الأساس فإنه عدم وجود الدولة في العراق هو كان أحد أبرز أسباب السلطة العشوائية السياسية التي هي تتعمد بنهج إقصائي تعمدي في التغيير الديموغرافي للوصول إلى الأهداف. ولذلك كلما يعني شبح الحرب الطائفية أو الكلام الطائفي خفت ترى أن هذه الأطراف السياسية تفتح الأشياء من أجل عودتها إلى المربع الأول لأن وجودها يرتكز على وجود الطائفية والنفس الطائفي في العراق. نعم شيخي حسنبل، الدوافع الطائفية تقف وراء التغيير الديموغرافي، من وجهة نظرك يعني كيف يمكن مواجهة هذا المشروع، مشروع تغيير التركيبة السكانية في العراق؟ شيخ يحيى الصنبول، فقدنا الاتصال بالشيخ يحيى الصنبول. للعودة إليك مرة أخرى أستاذ حسين سبعاوي، السؤال لك يعني الدوافع الطائفية وراء التغيير الديموغرافي من أجل يعني ترسيخ نفوذ إيران في العراق تحديدا بعد ما جرى في العراق وسوريا واليمن، وهناك إيران لها نفوذ كبير في 4 عواصم عربية، هل من سبيل للوقوف بوجه النفوذ الإيراني من أجل الحد من زخم هذا المشروع؟ على مستوى العراق بوحده الآن بمفرده من الصعب جدا عليه. على مستوى العراق لابد من مشروع عربي متكامل، مشروع عربي متكامل في مواجهة مشروع إيران. إيران مشروع طائفي بمعنى ديني ذات أبعاد قومية فارسية. لابد من مشروع عربي موحد لمواجهة. اليوم السؤال يطرح نفسه، هل العرب موحدين؟ هل الخلافات العربية عربية تسلح
أو مؤهلة أن تكون هناك مشروع عربي حقيقة. لا يوجد مشروع عربي والعرب ممزقين على مستوى وحدة الخليج العربي، هي ممزقة. هذه آخر حلقة أو آخر وحدة تنظيمية إلى حد ما، آخر تجمع عربي تمزق الوحدة الخليجية، وكذلك حالة الجامعة العربية والخلافات اللي موجودة وإيران تسرح وتمرح داخل قرارات الجامعة العربية. أنا أستبعد هذا الأمر في الوقت الحاضر، إضافة غياب الإرادة الدولية. اليوم غياب الإرادة الدولية لمشروع إيران وما يشاع من الشتائم ما بين الولايات المتحدة وأمريكا هذه كلها حرب كلامية إعلامية لا تصلح إلا للاستهلاك المحلي. هذه نقطة في غاية الأهمية. نعم. سيد حسين، نحن نتساءل في يعني في صلب موضوعنا عن الموضوع، يعني موقف القانون الدولي. نعم. من التغيير الديموغرافي في العراق. الكثير من المنظمات الدولية تحدثت عن أن يعني على سبيل المثال من مما أوضحت أن أربيل تمنع نحو 4200 من النازحين العرب من العودة إلى ديارهم في مناطق شرق الموصل. كذلك يعني تحدث أو اتهم قائم مقام قضاء سنجار محمد خليل الحكومة الاتحادية بالتقصير والضعف إزاء عمليات وصفها عمليات التخريب الممنهج التي تجري في القضاء من قبل قوى داخل وخارج العراق تعمل على عدم عودة النازحين أيضا الأيزيديين إلى قضاء سنجار. كثير من المنظمات، منظمة هيومان رايتس ووش تحدثت، يعني تقارير محلية وبرلمانية تحدثت عن أن 20 مدينة عراقية وأكثر من 300 قرية تعرضت إلى تغيير في التركيبة السكانية. يعني من وجهة نظرك، يعني هل القانون الدولي يعني جعل العراق مستثنى من أحكامه؟ لا، القانون الدولي لم يجعل العراق مستثنى. المادة 49 من القانون الدولي معاهدة جنيف الرابعة 1949 تعتبر التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية حسب عليها القانون. ميثاق الأمم المتحدة العام 1948 اللي فعل عام 1951 يعتبر هذه جريمة ضد الإنسانية. ميثاق روما عام 1998 ومن خلاله تشكلت محكمة الجنايات الدولية ل 2002 تعتبر هذه جريمة دولية، وقد عاقبت بعض قادة اليوغوسلافيين ورواندا وإلى آخره. لكن لماذا يقوم هؤلاء؟ هل هؤلاء هم باستطاعتهم تحدي المجتمع الدولي؟ مستحيل الجواب لا. لابد أن هناك قوى دولية كبيرة تدعم هؤلاء لهذه الممارسة وتغض الطرف عنهم في هذه الممارسة. لاحظ، عندما أرادت القوى الدولية الكبرى إفشال عصبة الأمم جعلت قراراتها حبرا على ورق، بحيث لا تستطيع حل مشكلة بين اثنين شخصين وليس بين دولتين. ما الذي أدى؟ أنه أنهوا هذه المؤسسة الدولية واشتعلت حرب العالمية الثانية، ومن ثم تم تأسيس منظمة الأمم المتحدة بعد عام 1945. أنا أعتقد أن هناك توجه للقوى الكبرى بإفشال الأمم المتحدة وإشال مواثيقها سواء المحكمة الجنايات الدولية أو ميثاق روما أو معاهدة جنيف، لمن ثم إدخال العالم في حرب فوضى عارمة كبيرة جدا أكبر من حالة العراق، ومن ثم تأسيس جديد، وهذا ما صرحت بالولايات المتحدة باسم شرق أوسط جديد، باسم خلافة أيضا مع خلافة مع الصين، بما تعمل فيه روسيا في سوريا. كل هذه مؤشرات على إفشال الأمم المتحدة والقوانين الدولية، ومن ثم إحلال قوانين جديدة تتناسب مع القوى الكبرى، لأنه هذه القوانين اليوم لا تتناسب مع مصالح القوى الكبرى. إفشال عصبة الأمم لأنها ما تتناسب مع مصلحة الولايات المتحدة والدول الكبرى. فإذا هذا ما أعتقد، أن هناك محاولة لإفشال الأمم المتحدة وإفشال هذه القوانين، ومن ثم إحلال مؤسسات جديدة كما أحلت الأمم المتحدة بدل عصبة الأمم. والشعب العربي وخصوصا العراق هو الذي يدفع الثمن. هل يعقل قائم مقام سنجار يستنجد من الحكومة المركزية من قوى البيكيك لأنه لا يسمحون بأهالة السكان الأصليين وهم ليسوا عراقيين؟ هل يعقل بهذا المستوى أنه الحكومة المركزية عاجزة والقوى الدولية عاجزة أمام هؤلاء؟ هذا الأمر أخي مستبعد. وإنما عندما نقول هناك مؤامرة دولية، نعم هناك، لأنه أطراف هذه المؤامرة موجودة على الأرض. البعض يتهم بأن يقول أنتم تعيشون حالة المؤامرة وحياة المؤامرة. يا سيدي، احنا نتكلم على ما هو موجود على الأرض، ولا نتكلم من بنات أفكارنا فقط. نعم. عاد إلينا للشيخ يحيى السنبل، أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية. شيخ يحيى، مرحبا بك مرة أخرى. يا رب.
شيخ يحيى، من وجهة نظرك يعني بحسب ما تحدثت قبل قليل بأن هناك يعني تأثيرات كبيرة يعني من قبل الحكومة، هناك عمليات اضطهاد، عمليات اعتقالات تنفذ ضد المجتمع العراقي، بالتالي إرغامه على تقبل مشروع التغيير الديموغرافي يعني سواء كان بالتهديد بالقتل أو بالاعتقال أو بالتغييب القسري. يعني من وجهة نظرك كيف يمكن الوقوف بوجه مشروع التغيير الديموغرافي، أم أن الأمر أصبح مسلما به؟ حقيقة يعني نعتقد بأن المشروع رغم قوة التنفيذ التي تقوم بها الحكومة المركزية التي تنفذ الأجندة الإيرانية بشكل كامل وبغطاء دولي وإقليمي، ولم نسمع أي استنكار من أي دولة عربية ولا إسلامية لما يجري في العراق، إلا أننا نعتمد على وعي شعبنا بأن هذا التغيير حتى إن حصل فهو سيكون تغيير محدود وسيرتد على من يقوم به، وخصوصا في حزام بغداد وفي المناطق الأخرى. فالمجتمع العراقي هو مجتمع عشائري وقبلي، ومعروف هناك عرف وحقوق بيننا، رغم أن هذه الحكومة المفروضة على هذا الشعب تقوم بتنفيذ هذه الأجندات، لكن أعتقد أنها سوف يخيب ظنها بإذن الله وسيندحر هذا المشروع على صخرة صمود هذه العشائر وصمود أبناء شعبنا ووعيهم، سواء من أهالي الجنوب أو المناطق الغربية، وسيفشل بإذن الله هذه المؤامرة الدولية التي يقتضي أو تقتضي الحصول والتسلط على مقدرات وثروات هذه المحافظات تحت شعارات التغيير وتحت ثلة بسيطة جاءت بها من إيران تتبع، أو إنهم في حقيقتهم لا ينتمون للعراق بل هم فرس أساسا في أصولهم وفي محاولتهم البقاء لأكثر وقت ممكن، ولكن أعتقد بإذن الله بأن الأمور تسير عكس ما يتمنونه بإذن الله. نعم. شيخ عبد القادر النايل، يعني التغيير الديموغرافي قام على قدم وساق الكثير من التقارير الدولية تحدثت عن التغييب القسري للعراقيين لمناطق بعينها، هناك جثث مجهولة الهوية أو معلومة الهوية تبين أنها ربما لأهالي مناطق بعينها من حزام بغداد تم تصفيتهم. من وجهة نظرك يعني والحال هكذا والأمر على هذا النحو من الصعوبة، كثير من يرى أن القوى الإقليمية والقوى الدولية هي سائرة في تنفيذ هذا المشروع، هل من خطوات ربما من وجهة نظرك للحد من تنفيذه ومن الحد من أن يكون العراق أنموذجا لفتح الباب للكثير من التغييرات في التركيبة السكانية أو التركيبات السكانية في الدول المجاورة؟ من المعلوم تماما يحتاج هناك أن يكون هناك دعم حقيقي للقوى التي لا تؤمن بالتغيير الديموغرافي والتي هي مناهضة لإيران، وهذا يتطلب حقيقة جهد عربي أيضا كبير بهذا الإطار، وهو لا يعني أنه كبير عليهم، لكن يتطلب وقفة حقيقية بعدم التعامل مع أطراف الأزمة العراقية الذين هم يصنعون الطائفية وملطخ أيديهم. وهنا نستغرب أن الأنظمة الحاكمة العربية عندما تستقبل أناس تعلم أنهم قتلوا من أبناء الشعب العراقي الكثير ولا زالوا في عهدتهم سجون سرية فيها الآلاف من الناس، يعني فقط بعثة الأمم المتحدة اللجنة الأخيرة تقول هناك 35 ألف مغيب، ونحن نؤكد على أن المغيبين يتجاوزون نصف مليون مغيب في العراق، عدد الاعتقالات المعلومة في سجون العدل والداخلية وعدد الاختطافات الأخرى، اليوم هناك مقابر جماعية، لذلك الشعب العراقي لديه كل القوى التي يمكن من خلالها إزاحة هؤلاء، وبالتالي هو يمتلك أمور مهمة تماما في يديه لا زالت، ولكن هذا يتطلب حقيقة جهد أكبر في مساعدة الشعب العراقي، لا مساعدة الأطراف السياسية التي تنوي تقسيم العراق، وبالتالي نجاح تقسيم العراق سينعكس على المنطقة، لأنه هذا التقسيم سيكون على أسس
طائفي إثني لم يستفاد حتى أبناء الشام العراقي بكل مذاهبهم، بل ستستفاد منه إيران. لذلك وقود الحرب الطائفية في المنطقة جعلتها إيران، صممتها إيران، تغذيها إيران. لذلك ينبغي أن يكون هناك مشروعا عربيا واضحا تماما من خلاله يتم استدراك ما فاتنا من أمور كبيرة تماما تعيش المنطقة الآن. حفلة من الجنون، لكن هذه الحفلة لم تبدأ، ربما ستبدأ في دول خليجية أخرى إذا لم يكن هناك تدارك حقيقي بعقل واعي مدرك للأزمة الحقيقية التي هي رأسها في العراق، ويمكن أن تموت في العراق، والحية تقتل من رأسها، الأفعى تقتل من رأسها، ورأس الأفعى الإيرانية موجودة في العراق. لذلك حقيقة ينبغي أن يكون هناك مساعدة حقيقية للشعب العراقي، الوقوف معه إعلاميا سياسيا دوليا، العمل على حقيقة دعم بصورة واضحة، لا أقصد دعما تدخليا، إنما أقصد دعما في السماع من القوى الوطنية المناهضة للعملية السياسية والتي قاومت الاحتلال والتي أوقفت مشروع الشرق الأوسط الجديد، السماع لكيفية الحل في العراق والذهاب إلى أن نكون هناك يد واحدة لدعم الحل الجذري في العراق. نعم أستاذ حسين، القوى الوطنية المناهضة للعملية السياسية ومنها هيئة علماء المسلمين كان لها الدور الكبير في يعني رفض هذا المشروع، مشروع التغيير الديموغرافي والتركيبة السكانية في العراق. يعني ما الخطوات التي يمكن من وجهة نظرك يعني أن تكون لاحقة لكي تسهم في تفعيل هذا الرفض لمشروع التغيير الديموغرافي، وبالتالي يعني إيجاد يعني الداعمين لذلك ووضع حد لهذا المشروع في العراق؟ أول نقطة هو الثبات. التلون والتغيير اللي حدث في الساحة العراقية كثير، القوى الرافضة للاحتلال، القوى الوطنية، أولا عليها الثبات، ثم التوسع أفقيا مع بقية القوى واستيعابها ضمن مشروع وطني، هذا سيوقف المشروع الديمغرافي. لأن المشروع الديمغرافي لم يحدث فقط في العراق، هو تاريخيا قديم. أول مشروع منذ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو هاجر قسريا من مكة إلى المدينة. هذا المشروع هو قذر بطبيعته، لا يمكن الطهارة مع القذارة تجتمع، ولا يمكن لهذه القذارة أن تنتصر، لأن هذه المشاريع القذرة لا استخدمتها قوى دولية وستقذف بها إلى مزبرة التاريخ، وإن غدا لناظره قريب. فأنا أعتقد أنه هو الثبات على المواقف الوطنية والإسلامية، واستيعاب الآخرين الذين رافضين للمشروع حتى لو اختلفت معهم شيء من الآليات البسيطة أمام هدف استراتيجي هو وحدة العراق والحفاظ على، ويعتبر أن يكون البوابة الشرقية للعالم العربي والإسلامي. أعتقد هذا الهدف استراتيجي يحتاج إلى التضحية ويحتاج إلى الثبات. أنا ذاك نقول بأنه أعتقد المشروع هذا سيكون في مهب الريح، والله. طيب يعني شيخ يحيى السنبل يعني هو اللي ميسر لهذا الامر. نعم اسمح لي ان انتقل للشيخ يحيى السنبل استاذ حسين سبعوي. شيخ يحيى، العمليه السياسيه الى اي مدى من وجهه نظرك كانت اداه فاعله في تنفيذ مشروع التغيير الديموغرافي في العراق؟ فقد الاتصال بالشيخ يحيى السنبل. السؤال اليكم شيخ عبد القادر النايل. من المؤكد تماما ان هذه القوى بذلت ما في وسعها واستخدمت أشياء لم تستخدم على مر العصور، بل لم يشهدها العراق منذ 7000 سنة قبل الميلاد، منذ يوم تأسيسه إلى يومنا هذا. استخدموا القتل، واستخدموا أخذ النساء واعتقالهم، استخدموا عمليات التعذيب الممنهج، استخدموا ترحيل القرى، استخدموا السجون تحت الأرض، استخدموا دفن الأحياء ودفن الإنسان وهو حي بالتراب، استخدموا ما لم يخطر على بال أحد من عمليات الترويع التي صبت على رأس الشعب العراقي. لكنهم في نهاية المطاف لم يتقدموا ذاك التقدم، هم لم يتقدموا سوى يمكن أن نقيس من 10% إلى 20% أمام هذا الغول. لذلك الشعب العراقي حافظ ووعى، واليوم الوعي العراقي منتشر من جنوبه إلى شماله إلى غربه. هذا حقيقة صعب المهمة على هؤلاء، وبالتالي 16 عاما ملكوا المال والسلاح وملك السلطة والسياسة، وغض عنهم العالم عن جميع جرائمهم المنتهكة لحقوق الإنسان والتي تخالف الجميع، لكنهم لم ينجحوا. أنا أقولها بإصرار أن الطبقة السياسية الحاكمة في العراق التي لم تستطع أن تنتج دولة، واليوم نحن بلا دولة في العراق،
فشلت في عملية التغيير الديموغرافي، والنجاحات المحدودة التي امتلكتها في جرف الصخر أو في قرى في الموصل أو في مناطق أخرى أو في بغداد، أو هجرت 4 مليون عراقي، هؤلاء كلهم جذورهم في العراق، سيرجعون لأنها لم تستطع أن تجلب سكان آخرين يحلون محل هؤلاء، وإن جاءت بميليشيات وأسكلتها في العراق، لكن هؤلاء لا جذور لهم، وهذا هو أصل الفشل وبداية الرد العكسي الذي سيكون قريبا بإذن الله على هؤلاء وعلى مشروعهم الخليج. شكرا لك شيخ عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي. في دقيقة واحدة وأقل من دقيقة أستاذ حسين، بما تعلق؟ أنا أعتقد أنه المشروع الديموغرافي قائم في العراق على قدم وساق، ولا يستطيع العراقيين بمفردهم مواجهة هذا المشروع ما لم تكن هناك قوى عربية وإسلامية ودولية تساند العراقيين وتوقف هذا المشروع. لا يمكن اليوم كما ذكرت أنه القانون الدولي غض الطرف عن العراق، غض الطرف لا يكون عن القوى الإجرامية سواء في العراق أم في أي دولة أخرى. لابد من محاسبة المجرمين والحفاظ على السكان الأصليين لأي بلد. اليوم في العراق وفي سوريا وفي دول أخرى نجد الهجرة الجماعية والتهجير القسري مستمر. هذا الأمر يعني أعتقد لن يدوم، ولكن الدول سواء العراق أم بقية الدول لا تستطيع بمفردها مواجهته، لأنه مشروع دولي ويحتاج إلى تحالف دولي لمواجهة هذا المشروع. لا يمكن التحالفات الدولية تواجهها تحالفات صغيرة قطرية أو لمجموعة السكان تستطيع مواجهته. نكون يعني صادقين ما هو موجود على الأرض بغض النظر عما نريد، نحن لا نتمنى ذلك، ولكن يجب أن نوصف للمشاهد ما هو موجود على الأرض. هذا مشروع دولي يحتاج تحالف دولي لمواجهة هذا التحالف الدولي لإيقاف هذا الانهيار الموجود سواء بالتهجير القسري أم بالانهيار السكان الذي يعني سواء النزوح أم الهجرة، النزوح أو الهجرة كل هذا، وهو أيضا كما ذكرت لك هو مشروع قذر لكن مستمر وقوي لأنه قوى دولية تدعمه، وسيستمر ما لم نكن هناك مواجهة لهذا المشروع. إذن هناك تغيير ديموغرافي وهو مشروع دولي وله أساليب تختلف من فترة لأخرى، طريقة التعامل معه من قبل الحكومات ما بعد الاحتلال المتعاقبة. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ حسين سبعاوي الكاتب والمحلل السياسي ضيفي الكريم في الاستوديو، وشكرا جزيلا للأستاذ عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر سكايب من عمان، ونشكرك أيضا شكرا جزيلا شيخ يحيى السنبل أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية. مشاهدينا الكرام، في ختام هذه الحلقة تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.